أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة اليوم نناقش فيها قوانين حماية المستهلك، ما لها وما عليها، وأهم ما تم إنجازه من قبل قطاع الرقابة وحماية المستهلك، وذلك لتحسين بيئة الأعمال التجارية في البلاد. مشاهدينا الكرام، احتل المستهلك مكانة مهمة في القطاع الاقتصادي، ولحماية هذه المكانة وحمايتها من أي استغلال من قبل التجار أو الشركات التجارية، وضعت دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة قطاع خاص ومختص بمتابعة جميع متطلبات وشكاوى المستهلكين وحمايتهم من أي محاولة غش أو عبث. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ولإلقاء مزيد من الضوء حول قوانين حماية المستهلك، يسعدنا أن ينضم إلينا الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة الأستاذ عيد الرشيدي. مساك الله بالخير أستاذنا الكريم، سعيدين بتواجدك معنا. ولا شك أن يعني بديتوا تسلطون الضوء على المستهلك، في السابق كانت على الشركات، وكان الآن أصبح الهاجس عندكم المستهلك وحمايته من أي عبث ممكن يكون أو يقدم، يعني يكون في خلل من قبل التجار. ولكن في البداية، طبيعة قطاع الحماية ورقابة المستهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام، وأبارك لهم في شهر رمضان المبارك، وأحب أقدم التبريكات والتهاني حق سمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو رئيس الحكومة والشعب الكويتي الكريم. يعني استعداداتنا لشهر رمضان إن شاء الله أهم قطاع طبعا. نعم. إحنا نكون أهم شيء أن يكون عندنا السلع متوفرة، ما يكون في نقص بعض السلع اللي متوفرة عشان لا يسبب في رفع المصنع أو ارتفاع. فالحمد لله إحنا تم وضع خطة شاملة في قطاع الرقابة وأعلننا عنها إن شاء الله. الخطة هذه تتكون من يعني أهم عناصرها أو طريقتها، طريقة الخطة هذه يعني. هذه تكون ممثلة في فرق عمل، في فرق عمل على مدار الساعة، وفي فرق عمل بالمحافظات. هذه يكونون في طريقتهم رصد الأسعار، خصوصا المواد اللي تستهلك في شهر رمضان اللي تكون مواد استهلاكية ويكون عليها الطلب عالي. أن المواد الاستهلاكية هذه يعني تعرف زيادة الطلب عليها أنه ممكن تتسبب في رفع الأسعار، وأن بعض التجار يستغل موسم رمضان يكون يرفع في السعر ارتفاع. صحيح. فيكون عندنا إحنا رصد الأسعار في حال أن أي مستهلك كريم من المستهلك اتصل علينا أو قدم شكوى، أو إحنا خلال جولاتنا التفتيشية الميدانية لاحظنا أن ارتفاع في السلعة، نستدعي التاجر لمعرفة الأسباب، هل من سبب مبرر أو غير مبرر. إذا ما في سبب أن رفع بمناسبة شهر رمضان أو بمناسبة حتى ملابس مثلا الأعياد أو أي موسم، عندنا القرار الوزاري 478 على 2011 مادة 2، لا يجوز أنك ترفع رفع مصطنع في لأي سبب كان، لسبب إشاعة أخبار غير صحيحة. نعم. أو أن استغلال موسم. صحيح. طيب يعني الآن يمكن في بعض السلع لنا على سبيل المثال، يعني أنا حتى نوضحها ونقربها للسادة المشاهدين، على سبيل المثال قميص، يعني هل هو مسجل بوزارة لديكم حتى أنه يكون يعني نعرف أنها السعر الهامش الربحي اللي يربحه التاجر وغيره؟ لا. كيف تقيم أن أنت هو رفع السعر ولا لا؟ لا، شوف، تجارة حرة عندنا بالبلد يعني مفتوحة التجارة، إحنا نترك الخيارات للمستهلك. نعم. أنت كمستهلك عندك الثقافة الشرائية، أنت لما بشتري أنا حاجتي أعرف شنو أشتري، مثلا منتج هذا أبشتري قميص أو أبشتري شيء أو سلعة استهلاكية أو سلعة أن أبشتريها، ممكن أنا أتيح أن أشوف كذا محل وأقارن بين الأسعار كمستهلك. في أسعار تكون يعني هذه أسعارها مثلا غالية، هي نوعية البضاعة هذه. لا. أو فليش أنا أخذ مثلا الماركة هذه أو شغلة هذه؟ لا، كمستهلك لي خيارات ثانية أني أروح أنا أدور، دائما الأسعار متاحة دائما كل مكان بالعالم، دول طبعا المفتوح اللي هو الأسواق مفتوحة، في خيارات عندك. ممكن أنا أروح مكان منطقة هذه أرخص من المنطقة هذه أرخص، يعني يكون في في أسعار. هو متى يصير عندك مثلا أنت مخالفة؟ إذا أنا عندي منتج كشركة مثلا وعندي أفرع محلات، هني والله أغلى وهني أرخص، لا هذا ما يصير نفس المنتج. هذا معناته أنت في إن ليش ترفع هني بهالمنطقة مثلا، والله أنا بالمنطقة مثلا محافظة غير ومحافظة غير، صح، وهو نفس المنتج، نفس لا المنتج. هذا ما يجوز، هذا مخالف، إيه، لأن سعرين مختلفين هذا ما يصير. طبعا. أنك هني أقل وهني
ترفع السعر. لا هذا يتعرض للمسائل القانونية. جميل. طيب والآن ساعات حتى نلاحظ يعني أنا كلنا نروح قهوة وتشرب قهوة تشرب ماي أنواع القهاوي، لكن تلاحظ أن مثلا سعر كرتون الماي هو سعر بطل الماي في هذه القهوة 500 فلس ولا 550 فلس، مع أن مع الحبة الواحدة، ولكن الكرتون تروح الجمعية هم سعره نص دينار كرتون الماي، فهذا رافع سعر السلعة بشكل مبالغ فيه، يعني ربحان أكثر من 1000%. هو شوف يعتمد انت على المكان، انت الحين لما انت قلت لك انا ليش الخيارات، وانت لما تروح مثلا تقول الماي هذا مثلا مطعم مثلا 5 نجوم او فندق او مكان، يعني انت كم اجاره، كم الخدمه، كم موظف عنده، كم اللي يخدمون، كم السيرفس، كم اللي قاعد يعني يخدمك، يعني هم تنظر لها نظره انت كمستهلك. يعني حتى بكل الدول، كل دول الخليج، كل مكان بالعالم تلقى هذا السعر غير، وسعر الموقع غير، مثل مطعم، مثلا مكان، مثلا تروح فندق، هم بالفندق صح سعره غير، مثلا لما انت تطلب ماي انت بفندق سعره غير يفرق عن السعر برا باي منطقه بالعالم. انت مسافر رحت مكان بسفر صح ولا لا، سكنت بفندق شريت من الفندق هذا ماي، طلبت ماي بالتليفون كم سعره، واطلع برا وشوف كم سعره. فكل يعني هذا هذا يعني انه يكون ما في رفع المصطنع. متى رفع المصطنع؟ انه لما يكون هو استغل يعني المنتج هذا نفسه. يعني اعطني مثال على سلعه معينه كيف رفعها رفع مصطنع. مثلا يعني مثلا احنا صارت معنا حادثه اللي هو السكر. نعم السكر كان فتره من الفترات ارتفع سعره عالميا. زين إيه لاحظنا انه بالسوق راح ارتفع سعره عالميا. احنا عندنا هم مراقبه مع منظمه الفاو، مع كذا نتابع الاسعار الغذائيه، المواد الغذائيه اسعارها عالميا. اسعار المواد الغذائيه، الحليب، الالبان، الزيوت، كله عندنا جهاز اللي هو اداره الجهاز الفني. يرصدون ويشوفون الاسعار ويبلغوننا في حال انه انخفض او انه في رفع. فلاحظنا انه كان صار في ارتفاع. لما ارتفع فجأة كان يعني بسعر طمر له 4 دنانير 5 دنانير زيادة. نزلنا الأسواق المركزية، رحنا شفنا السوق الجملة، لقينا السعر مرتفع. ليش ارتفع؟ والله التاجر رفع علينا. استفسرنا من الجمارك هل دخلت بضاعة في نفس السعر الجديد اللي ارتفعت؟ الجمارك تعاونين وياه، طبعا هذا تعاون أكيد مع أخوانا. أنا أشكر أخواني بالجمارك وأشكر أخوان كل الجهات متعاونة لأن الهدف واحد. قالوا لا ما دشت، يعني معناته أن التاجر هذا بالسعر القديم راح رفع على السعر المنتج العالمي، رحنا خالفناه على المادة الثانية وخفضنا سعره. ممتاز. إيه عقب ما خالفناه نزل السعر. هذه من ضمن الإجراءات اللي تتم بوزارة التجارة. معناته أن أنتم ما شاء الله خلية نحل يعني شغالين وتعرفون تراقبون الأسعار. أكيد. هذا 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 يعني جدا مهم في مع الآن بدأت الأسواق تنتشر وتكبر وتاسع، فلذلك يعني مهم المراقبة خاصة نأخذها من ناحية صحية كذلك. عندنا يعني إحنا جهاز طوارئ. نعم. طبعا هذا اللي على مدار الساعة اللي هو موجود عندكم. إيه جهاز طوارئ مدار الساعة. إيه نعم هذا فريق الطوارئ عندنا، هذا اللي مثل إنذار مبكر عندهم، يعني أي سلعة لاحظوا فيها حتى نقص، انه صار فيها نقص بسلعة من زيت، من لحوم، من اسماك، من طبعا السلع الاساسية. نعم. السلع الاستهلاكية بعضها تقدر تستغني، ولكن المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية، فيصير تدخل سريع. نستدعي التاجر، تعال شنو ليش النقص هذا، شو الاسباب، شفنا المسببة، ممكن نكشف على المخازن، ندش مخازنهم، عندنا صلاحية نكشف. يعني هم حادثة صارت معانا احدى الشركات، كان في عندهم انواع من انواع الدجاج، اوكي حجم معين، الحجم هذا مرغوب اللي هو 1900. فالمستهلك يبي 1000. كان عندهم كميات كبيره من 1200، يعني الكميات اللي هي اللي موجوده اللي باعها مصرفها يعني. اللي فراح وقف هالكميات هذه ونزل هالكميه بالاسواق، قال لنا والله ما عندي حتى الجمعيات ما في. المفتشين توجهوا للمخزن، لقوا بالمخزن، فاتخذوا الجرائات القانونيه ويا. فالحمد لله لنا دور يعني. اكيد طبعا لكم دور، وهذا مشهود، ولذلك يعني من من, من 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 اهميه دوركم، لذلك جاءت حلقه اليوم حتى نوضح للساده المشاهدين. يعني
أعمالكم سبقت أو سمعتكم سبقت يعني سبقتكم فيما يخص موضوع الاستهلاك وحماية المستهلك. نعم. طيب الآن يعني في مصطلح عام في كل الدول أن الحكومة تتحكم في قوت الشعب. قوت الشعب مثلا بالكويت اللي هو العيش والطحين التموين يعني هذا حتى أنه ما يصير فيه تلاعب أو يصير فيه يعني يرفعونه على الشعب لأن هذا اللي الشعب متعود عليه. يمكن مختلف في الدول الغربية يختلف قوت الشعب عن الكويت. الآن هل هذا هم كيف تحكمون فيه؟ هل لكم يعني تحكم عليه؟ طبعا الدولة تدعم الحكومة اللي هو التموين. نعم. أفرع التموين هذا تدعم الدولة. هل ممكن التموين يرفع الأسعار أو لا غيره؟ لا لا أبدا. هذه الدولة هي تدعم للمواطن للمواطن. نعم. الدعم هذا مستحق للمواطن. الدولة تدعمه بأسعار يعني التموين أسعارهم رمزية يعني أسعارهم يعني شتى التموين صحيح أكيد. نعم. بالعكس يعني هذا أقل واجب حق المواطن حق المستهلك يعني حق المواطن أن الدولة تقدمه يعني للمواطن. نعم. أن تدعم التموين. جميل. والتموين ما شاء الله يغطي كل الأسعار ويغطي وكل بيت الحمد لله محتاج كلنا نستخدم التموين. الحمد لله الحمد لله. نعم. وطبعا من أجود الأنواع أكيد طبعا. نعم. الجودة جودة الزيت جودة الرز جودة هذا ومتاحة الخيارات كلها بأنواع الدواجن للمستهلك للمواطن الخيار أنه ينقي بأسعار أقل من السوق. السوق طبعا الله يزيد ويبارك. الحمد لله. الحمد لله. طيب تكلمتني عن مشاريعكم القادمة يعني ممكن إذا ممكن نتعرف عليها. يعني احنا الحين الحمد لله اليوم خذينا موافقه من الجهاز المركزي ان نطرح مناقصه اللي هي نظام مراقبه حركه الاسعار. هذا النظام شو طريقتها؟ إيه هذا النظام مراقبة حركة الأسعار. نعم. نظام كامل راح يكون جهاز كامل يراقب كل الأسعار. راح نبتدي أول شيء ب500 سلعة وال500 سلعة هذه نراقبها طبعا الأساسية ويوصل لتقريبا آلاف السلع. تمام. راح يوصل هذا النظام فكرته أن أنت كمستهلك تتاح لك وين تتسوق وين أفضل الأسعار. جميل. نطرح منافسة بين الأسواق المركزية الموازية وبين الجمعيات التعاونية وبين السلع الاستهلاكية حتى راح وندش بنظام مع دول مجلس التعاون. تمام. أن نكون نعرف حتى الأسعار أن مثلا السعر هذا زاد عندنا بالدول الشقيقة يعني. الشقيقة أنه عندهم السعر لا زال يعني يتيح لنا أن نعرف الأسعار ويعطينا مثل الجهاز هو مثل غرفة عمليات. يعني أنا شفت بعض الدول الخليجية اللي زرتهم وشفتهم أن النظام هذا ما شاء الله يعني فعال عندهم. إيه وإحنا إن شاء الله فكرة خلصنا صراحة. خلصتوا منها يعني حتى مباركة من وزير التجارة والصناعة واهتمام يعني منه إن خلص الموضوع بأسرع وقت لأن إن شاء الله لأن هذا حتى شنو راح يصير أبليكيشن أنت تقدر أنا هذا اللي كنت بسألك إياه تقدر تنزله يعني مثلا أنت الحين مثلا تبي تسوق حق البيت مثلا والله أبي لي أفضل أسعار مواد غذائية. تمام. بدال لا تقول والله فلان قال لي والله أبو فلان قال وتروح هني وتطق مشوار وتروح وتشوف وتلقى سعر له هذا نفس زبيدي قالوا رخيص سعره ولا لما راح حتى الاسماك حتى المواد الغذائيه حتى الخضار. نعم. كله راح تلقاه على هالجهاز الموقع هذا انت تدش تشوف وين الخيارات. فالحين حتى الاسواق الموازيه نفسها الاسواق الموازيه هي راح تتنافس بينها بين بعض تبي تقدم وتبي تجذب لان السعر صار مكشوف للمستهلك انه يقدر يشوف وين يتسوق فكل بيصير جذب يعني يحاول يتنافسون بين بعض كل واحد بينزل هالتنافس هذا يصب وين في صالح المستهلك اكيد. فحتى من ضمن النظام انه في حال ارتفاع سلعه يعطيني مؤشر احمر انه والله السلعه هذه ارتفعت نقدر نتصل على السوق تعال انت راجعنا لو سمحت شنو أسباب رفع السلعة؟ تمام. انخفضت السلعة يعطيني مؤشر ثاني إنه والله انخفضت السلعة أوكي نحط الفوكس إن هذه السلعة ويعطي للمستهلك إنه صار فيه ترى فيه انخفاض بالسلعة وجميع العروض الخاصة اللي تصدر من إدارة حماية المستهلك عروض والتنزيلات راح تكون تلقاها على الموقع تنزيلات الحقيقية طبعا الغير الموهمية اللي ماخذين ترخيص من الوزارة وبشكل رسمي عمل تنزيلاته وتكون تنزيلاته حقيقية حلو مو نعم مفتعلة يعني. طيب والله يعني هذا 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 راح يكون راح تكون طفرة جديدة إن شاء يعني ما يخص موضوع حماية المستهلك يعني ودوركم لا شك إنه شيء صراحة واجبنا طبعا واجبنا أكيد يعني وهذه كانت معمول فيها في المطاعم في أوروبا لما تدخل في مثل نشرة
ان هذا انظف مطعم، انظف اكل او اجود اكل، اكثر اكل كونتازا يعني. نعم. تقدر انك انت تستخدمه. فالان ترى الاسعار، فهذه اعتقد راح تصير منافسه، منافس. فالكل راح يحافظ على الاسعار. ممكن بالمستقبل حتى ندشش اسعار، نراقب اسعار ثانيه يعني، حتى مو بس من المطاعم، اسعار المحلات الحلويات، محلات نقدر ندخل، نقدر نتحكم في اكيد. هم راح تنافسون، هم دعايه لهم عندنا من النهايه. طيب عدد المراكز الرقابه التجاريه اللي تتبعكم هل تكفي يعني في حاليا؟ 21 مركز عندنا، 21 في يعملون على فترتين صباحيه ومساهيه، وفي مراكز عندنا اللي هو الطوارئ، ثلاث مواقع بالطوارئ، في بالكوت اللي يغطي الأحمدي ومبارك الكبير، وعندنا الصديق تغطي محافظة الفروانية والعاصمة وحولي، والجهرة الكبرى تغطي محافظة الجهرة. فهذول الطوارئ يعملون حتى بأيام العطلة الرسمية، جمعة وسبت أحد أعياد على طول يعملون في الموضوع هذا. طيب اعتقد ان عندكم كذلك في حساب بتويتر. نعم عندنا موقعنا بتويتر. نعم حسابنا بتويتر موجود. تمام. 135 135 هذا هو الرقم، هذا رقم 135 رقم الطوارئ. رقم الطوارئ. نعم تمام. حتى الاخوان راح يحطونه لنا على الشاشه. قاعدين نحدث البداله الحين مالت الطوارئ. جميل. ان شاء الله راح تصير افضل يعني، حتى بحيث ان البداله من يتصل المستهلك على طول لينك مع رئيس النوبه مع المفتش. تمام ان شاء الله ان شاء الله. طيب سؤال صريح، من اقوى، التاجر ولا المستهلك؟ لا المستهلك، لان كذا نشوف ساعات يعني اللي نقراه مثلا، انا بعطيك حكي الناس اللي تتكلم فيه والدارج، ان هذا لا تجار ما حد يقرب صوبهم، ما تقدر مثلا تشتكي، ما تقدر تنزل سعر، ما تقدر يعني ترفع سعر وغيره، التاجر هو اللي يتحكم. فهل هذا صحيح انتم على ارض الواقع؟ لا غير صحيح، احنا دوله قانون الحمد لله ويحكم القانون. نعم. واحنا نمشي على قوانيننا وقوانين وزاره التجاره. متى المستهلك يصير ضعيف عند التاجر؟ اذا ما عرف حقوقه، اذا ما عرف يحتفظ بفاتورته، اذا ما عرف شلون يتصرف. اما لا صار المستهلك ما عارف فاتوره وعارف حقوقه وعارف هذا، انا اسوي له محضر نيابه ويتحول سيدا للنيابه. اذا التاجر يخالف يعني. نعم. حتى مو مخفض. نعم. ولا لا، احنا مباشر ربط مع النيابه التجاريه. وزاره التجاره مو نفس الادارات الاخرى. نعم. مثلا الاخوان في البلديه، اخوان في الشؤون، مخالفاتهم هذول يروحون تحقيقات، من التحقيقات تطلع لنا. لا احنا دايركت مباشر مع النيابه التجاريه. تمام. طيب بس في يعني امر هم ودي ان تحطونه في عين الاعتبار، يعني الان من يحتفظ بفاتوره؟ عاده تروح مكان تاخذون رقم تلفونك، ياخذون اسمك وهذا، ويصدر لك الفاتوره، ضاعت الفاتوره لسبب ما. طيب ها كيف احمي نفسي انا من الموضوع هذا؟ يعني بصراحه يعني مثلا حتى في موضوع السياره، يعني لما تروح تبدل بطاريه ولا تبدل قطعه معينه ما تحتفظ بفاتوره، وين احط لي ملف انا فواتير؟ احنا محافظين على المستهلك حتى في حال يعني المفروض الشركه فاتورة. نفسها هي تقول حتى في حال شريت منتج وما عندك فاتوره، ما اعطاك فاتوره. ايه؟ يحق لك تشتكي عندي، تقول هذا رفض يعطيني فاتوره، ونجبره انه يعطي الفاتوره نفس البيانات اللي صارت بالقانون. ما اعطاك يتخالف يحول نيابه. عندنا بالقانون الفقره هذه موجوده كثير. ما نعم اسمع. نعم. ما عندي فاتوره. احنا كحمايه المستهلك محافظين على المستهلك حتى لو ما اخذ فاتوره، بس انه يكون مثبت وعارف انه متى اليوم والتاريخ وكذا، بحيث ان نطلب الفواتير ونقول له صدر له فاتوره باليوم هذا. تمام. بالاتفاق اللي صار. كلام جميل صراحه. حتى اذا هذا عندنا رفض اعطاء فاتوره، هذه مخالفه صريحه يحل النيابه التجاريه. ممتاز ممتاز ممتاز. هذه هذه ان شاء الله من ضمن هذه من شو التوعيه، من ضمن خطه التوعيه ان راح نوعي المستهلك ان شاء الله. جميل. من ضمن خططنا. وهم يعني حابين نكون في انتشار اكبر إن شاء الله في التواصل الاجتماعي يعني. نعم. نعم. احنا راح ننتشر بعد، عندنا خطه ان شاء الله نعمل عليها حاليا انه توسع كحمايه مستهلك. نعم. يكون متواجد اقرب للمستهلك صراحه يعني. عندنا في المشاريع يعني راح نفتتح خلال يمكن اسابيع او هذا موقع لنا في مجمع الافنيوز، في الافنيوز ان شاء الله راح تواجدون حمايه المستهلك. تمام. هناك موقعنا دوام كامل، موظفين داومين على فترتين صباحي ومسائي،
واستقبال الشكاوي ويكون قريب لا سمح الله اي مستهلك. تعرف يعني هذه المجمعات صارت المولات ما شاء الله كبيرة تعتبر اسواق اسواق صحيح اسواق يعني تجاريه. فلما انا اخصص للمستهلك هناك وهذا واجب حق واجب يعني المستهلك انه نحافظ على حقوقه انه بدال لا يتصل او يطلع يروح المركز برا يرجع ويقدم شكوى لا احنا نكون قريب يمه في المراكز. وهذا ان شاء الله من ضمن الخطه ان نكون نتواجد بكل الاماكن ان شاء الله. صدقني استاذ الكريم يعني قبل 7 أو 10 سنوات ما كنا نسمع كلمة حماية المستهلك تتردد، الآن بدأت تتردد وهذا بفضل جهودكم ووقوفكم مع المستهلك بشكل كبير. طيب كختام أعداد المخالفات اللي تحصلونها نوعيتها يعني هل خالفتوا؟ خالفنا يعني حتى تو الحين مع يعني مع الوزير التجارة صدر إغلاق 59 قاعد أقرأ يعني غشيت بالورقة 59 طبعا 59 يعني إحنا أغلقنا توا 59 محل 59 نعم من ضمنهم مطاعم من ضمنهم محلات من ضمنهم خياط من ضمنهم جمعية فرع جمعية فرع جملة للجمعية نعم. كان يبيع بدون فواتير بدون سيريال نمبر سكرنا. ليش يستخدم العملية هذه؟ استخدمها احنا ما ندري احنا بالقانون انت لازم بالفاتورة تكون كاملة يعني اقصد التاجر ليش ما يستخدم الفواتير؟ حتى الفواتير اذا ما سجل بالعربي يتخالف حتى التاجر لازم يكون الفواتير يحتفظ فيها والقوانين اللي تحتفظ والمخالفات عددها خلال الشهرين اللي طافوا عندنا في 456 مخالفة نعم. هذا سواها فريق الطوارئ متنوعة طبعا المخالفات وصدرنا بالربع الأول 2794 ترخيص تنزيلات طبعا. أهم على فكرة احنا استعدادا لشهر رمضان إدارة حماية المستهلك مددنا العمل فيها للساعة 4 وهو ينتهي دوامهم الساعة 2 نعم. احنا مددنا للساعة 4 ساعتين زيادة لأن نبي الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومحلات الملابس وكل ما يتعلق في شهر نعم. رمضان من مواد غذائية أنه يأخذون تراخيص ونسهل لهم التراخيص أنه يطلعون أكبر كمية من تراخيص وأنا أدعوهم أنه ترى احنا فاتحين للساعة 4 مددنا العمل لمدة شهر كامل في حماية المستهلك بالأندلس للتراخيص أنه بنصدر. هذه أول مرة نسويها استعدادا لشهر رمضان. طيب في بدقيقة أستاذ الكريم حتى نختم وياك. التجارة عبر الإنترنت الحين العالم انفتح على مصراعيه كل من بيتهم قام يبيع صحيح. سواء مواد غذائية ولا حتى سلع يعني ملابس وغيرها هاي كيف هذا إن شاء الله مقبلين على خطة إن شاء الله أنه راح نسيطر عليها حتى صدر وزير التجارة مع وزير التجارة أن في التراخيص المنزلية والسجل التجاري. فأنا هم أنصح المستهلك أن ما ينجر عبر المواقع نعم. هذه وهمية ما تدري أنت شنو تشتري ما تدري أنت شنو اللي تشتري البضاعة اللي تشتريها. فلما تشتري مكان موقع معروف لا سمح الله تحافظ على حقك خصوصا أجهزة كهربائية نعم. مواد تجميل كانت. حتى مواد التجميل أنا ما أنصح خواتي أن يستخدمون يشترون من المواقع هذه ما تدري شنو يقول لك مثلا هذه ماركة أو شيء أو كذا ما تدري شنو المنتج نعم. اللي داخل واغلبهم تربعون بدون فواتير اكيد يعني هذا اللي نشوفه. الوكيل مساعد شؤون الرقابه وحمايه المستهلك وزاره التجاره استاذ عيد الرشيد شكرا جزيلا لك ما ودنا صراحه اللقاء ينتهي لكن معلوماتك كانت ثريه شكرا جزاك خير شكرا الله استاذ المشاهدين نقول حفظ الله ورعايته في امان الله.